سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. فلوغ اليوم فلوغ مختلف عن الفلوغات اللي تشوفوها اليوم. راح نحكي لكم بالتفصيل الممل عن العطلة اللي المكان اللي متواجدة فيه، والعطلة الصيفية انا وعائلتي. اذا تابعوني على الانستغرام خبرتكم باللي راني في تركيا، في كوشاداسي بالتحديد، منطقة سياحية رائعة ممتازة لقضاء الصيف مع العائلة. كما راكم تشوفوا اليوم ما صورت لكمش بداية الرحلة تاعي، لأنه فيها تعب مني مع عندكم أطفال، وخاصة رادع بنتي نور في عمرها شهرين. تغيبت عليكم فترة لأنه كنت باغي نرتاح نريح راسي شوية، خاصة أنه الوالدين تاعي مشاو، فلهذا الزوج تاعي قرر أنه ياخذنا في إجازة باش ما نحسش باكتئاب في البيت وحدي مع البنات تو. قال لي نروح عطلة عائلية مع بعض، واخده إجازة من الشغل تاعه لمدة 3 أسابيع، وحنا جينا هنايا لمدة 10 أيام. فراح نحاول نصور لكم فلوغ كيفاش نقضوا الأيام تاعنا هنايا، وخاصة أنه عندي نور مازال في عمرها شهرين. فبزاف طرحتوا لي سؤال في إنستغرام، قلتوا لي واش سفر سهل مع الرضيع ولا صعيب، وكيفاش تنظمي وقتك كي تكوني في عطلة صيفية إلى آخره. فراح نحاول نحكي لكم على كل شيء، مع أنه مانيش دايرة نفسي روتين أو نظام محدد، لأنه مع الطفل الرضيع راكم عارفين كي دايرة الحالة. كما راكم تشوفوا الجو رائع ممتاز، منطقة شابة بزاف. تركيا مازالها تدهشني، كل سنة نمشي لتركيا حتى أنا الزوج تاعي قال لي غادي نكملها ونشري شقة في تركيا ونهنو ريسانا. رحتنا لإسطنبول، وبعد العام اللي بعدها مشينا لعرس تاع أختي في سكاريا، وهاد السنة جينا لكوشاداسي. ممكن السنة المقبلة ما تحسوش كاع وين نروح، كورابيي والبحر، وراها 7 تاع العشية ما كانش بزاف الناس. انا نفضل نجي للبحر كيما يكونش كاين بزاف الغاشي كيما هكذا. راح نحاول ناخذكم معايا في يوم معي من الصباح المساء باش تشوفوا كيفاش نقضوا اليوم تاعنا. هذه هي، يلا بونجور، صباح النور، جنايد، كي صبحتوا؟ لاباس بخير؟ الوغ اليوم واقيلا رانا النهار الخامس تاعنا هنايا، واليوم راح ناخذكم معايا في يوم كامل باش تشوفوا كيفاش نقضوا النهار هنايا. راها الساعة 9:15، الحالة بدات تسخن شوية، درجة الحرارة الصباح تكون جويه 28-29، ومن بعد تطلع حتى تقريبا 36 في النهار، ولكن ما تحسوش بيها كي تكونوا عند البحر. كما قلت لكم راها 9:15، أول حاجة راح نبدو بها هي هذيك البلاصة لهيك اللي هي الغيستورون. راح نبدو بالإفطار تاع الصباح، الله يبارك، كاين كل شيء في البوفيه، ولكن الواحد ما يحاول انه عينه ما تاكلش اكثر من كرشه كيما نقولوا. نفقت على 8، كانت الساعة 8، وعطيت النور الحليب تاعها، ودركا رانا رايحين ناخذوا الإفطار تاعنا. بعد ما ناخذ الافطار هنايا الافطار مفتوح من الساعه 7 الى الساعه 10:30 صباحا. كما قلت لكم حنايا جويه 9-9:30 ناخذ الافطار تاعنا، باش من بعد نقدو نروحوا للمسبح. يلا ناخذكم معايا.
انا واش خديت شاي، خديت بريك، بيض، جبنة، هذه النظرة حدايا وانا ناخد في الافطار تاعي. رائع. Tu veux nager maintenant? Tu veux faire le toboggan? Oui. T'es prête? Oui. Super. Et toi, tu oui. prêtes? Bah oui, moi je suis prête aussi. Merci. Vite, vite. Y a pas. Va bien. Va bien. Elle va venir. Hein? Ouais. اول حاجه نبدو بها هي الكريمه الباقيه من الشمس للاطفال، كان لازم ندير لها كاع صباح لكن ما كش عندي الوقت. دوري حبيبي. فوالا الكريمه اللي نستعملها انا ليا والاطفال، فيشي ايديال سولي. الوغ نحكي لكم على البرنامج تاعنا تاع الصباح. 9:15 مشينا اخذنا الافطار، 10 جينا المسبح، جينا كاع كعائله. من بعد كي جات 11 11:30 هكا بدات الحاله تسخن بزاف، فالبيبي ما تستحملش السخانه بزاف خاصه عند المسبح، يعني ماناش عند الشاطئ، ما كاينش الهواء بزاف والشمس حاره. فمع جويه 11:30 هكا احنا نديرو نهار بنهار، نهار انا لها بنور ونهار الزوج تاعي. فاليوم كان الدور تاع الزوج تاعي، اخدا نور ومشى الغرفه فيعطيها يحممها ويعطيها الحليب تاعها الى اخره، وانا نبقى مع سيرين في المسبح. صبحت انا وسيرين راها 12:30، 12:30 نمشي نتغدى انا وياها، ومن بعد نمشي للغرفه باش هي تدير قيلوله ونبقى انا مع البنات والزوج تاعي، من بعد يمشي يتغدى. يعني وقت الغداء ما نتغدوش مع بعض في المطعم، يعني كل واحد والدور تاعه باش نقدروا، يعني باش كيما نقولوا نحافظ على الصحه تاع البيبي، لانه السخانه سخانه بزاف بزاف بزاف، وما نقدش نخرج بيبي تاع شهرين بين 12 و3 الى حتى الربعة تاع العشيه. فنديروا القيلوله تاعنا ومن بعد على الربعة نجو كاع كامل مع بعض المسبح ولا للشاطئ، ونبقوا هنا حتى تقريبا 7 تاع الحشية. راح نوريلكم الغداء واش غادي نتغدى انا وسيرين، يعني البوفيه طويل عريض ما نقدرش نوريه لكم بالكامل لانه راح يكون فيه زحمة، ولكن راح نوريلكم واش راح ناخذ في الطبق تاعي انا وسيرين. وشنو ثاني؟ هذه هي. شوفي يا سيرين، qu'est-ce qu'on a ici? Quoi? Je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Quoi? Tu veux des gâteaux? هو الغداء تاعنا البنات. سيرين خدات دي بات كيما هكذا مع هذا الدجاج مقرمش. سا سي تري بون سيرين، تو دوفري غوتي حبيبي. شباب دجاج بولي غوت فوار ندي با نو جو تو فوار مانجي. خدينا حلويات، من بعد ناخذ فواكه، وانا هنايا خديت سلطه مع بطاطا مع شويه روز مع هذا لحم عجل وفطر. هذا هو الغداء تاعنا، كاين
يعني ان شو ما يكملش الله يبارك ما شاء الله، كل شيء شباب، كل شيء مليح، كل شيء نقي ونظيف. غالي ما بغاش ياكل، هذا ما كان. يلا صحه فطوركم وصحه فطوري. اليوم راح نوريكم لا شومبر اللي رانا فيها. كي تدخلوا هنايا فوالا هذا الباب تاع الدخله، كي تدخلوا تلقوا اون شومبر فيها زوج تاع لي لي سيباري هكا كيما راكم تشوفوا. حاجه مليحه فيها كليماتيزي. الشومبره نقيه بزاف، يعني نظافه شيء مهم جدا، والحمد لله زعما لقينا كلشي نظيف، يعني ماشي كلشي لوكس ولكن نظيف. هنايا كاين بويوار باش نسخن الماء، نورمالمون بلاصته كانت هنايا وانا حطيتها ليك. وكاين تلفزيون صغيره، وهنا حطيت كل ما هو حليب تاع بنتي. من بعد كي تدخلوا هنايا عندكم وين تعلقوا الكسوه تاعكم، كاين كوفر ثاني باش تديروا فيه صوالحكم. وهنايا هذه سال دو بان، دونك سال دو بان حاجه عاديه جدا وبسيطه جدا، يعني تواليت دوش ولافابو باش تغسلوا فيه. الحاجه اللي مليحه فيها بالرغم من بساطتها ولكنها نظيفه، هذه الحاجه اللي مليحه. ويعطيكم كل شيء، يعطيكم شامبوان، يعطيكم جل دوش اكسيتيرا، كاع حيصلحيتهم لكم. ومن بعد هنا كاين غرفه الزوجه كي تدخلوا. هاد الغرفه كما راكم تشوفوا فيها ان لي كبير كما هكذا، سيرين تبغي ترقد في وسطنا، ما بغاش ترقد في الغرفه المجاوره. عطاونا فراش تاع بيبي نور، عطاونا سرير تاعها، انا نغطي هذيك بالخمار تاعي باش الضو ما يجينيش بزاف في الليل. هنايا كاينه بتيت كوافوز، ونحط صوالح باش نقي البنتي نظف لها ونغير لها لي كوش مع بتي تابوغي، طاوله صغيره مع الكرسي. وهنايا كاين تلفزيون تاني، ثلاجه صغيره، وهنا راني حاطه كل ما هو اكل دواء ماء كلشي راني حاطته هنا. وهنا الفوق كليماتيزور تاني تاع هاد الغرفه. الغرفه نظيفه نظيفه، ما عندي ما نقول فيها، نظافه راها هنايا. ومن بعد كي تخرجوا كاينه واحد البالكون صغير هكذا كيما الشرفه هكا كيما راكم تشوفوا، طاوله مع زوج كراسي. وعندكم وين تنشروا كل ما هو مايوهات ولا مناشف الى اخره. وهذه هي النظره صباح تصبحوا على البحر وصوت الامواج، وكذلك في المساء غروب الشمس. منا كاين ملعب هنا تاع التنس، تاع فوليبول، تاع بيتونك، كاين مسبح مش بعيد بزاف، ولكن صراحه يعني كالم، ما كاش الضجيج، فنرقدوا بكل راحه. حتى انه هاد الكليماتيزور ما نستعملوش بزاف، نشعلو فقط اللي ملهيك والبرود يوصلنا حتى وين ننامو. هذه هي الغرفه البنات، فوالا راح نوري لكم صوالح واحد اخرين في هذا الفلوج. يلا Allez, viens. Bravo!
you